في ليدرشيب اليوم نستضيف سيد أنطوان الخوري طو، متخصص بالأدب العربي، رئيس بلدية بشري السابق ومدير متحف جبران السابق، وناشط وباحث بقضايا اللاعنف وحقوق الإنسان. وموضوعنا اليوم هو اللاعنف. أهلا وسهلا فيك أستاذ. أهلا فيك. اليوم يعني موضوع كتير مهم اللاعنف، وكنت شوي عم بحكي أنا وياك قبل الهواء أنه الشعوب اللي بتحب، الشعوب السلمية يلي ما بدها تكون عم تتعدى على الآخرين وما بدها حدا يقرب صوبة، أوقات كتير بتكون مضطهدة. أساساً ما في شعوب سلمية. ما في شعوب سلمية، بس لما نحكي عن العنف بدنا نحكي كمان بنفس الوقت عن العنف. يعني في تحديد مصطلحات، شو يعني العنف؟ شو يعني العنف؟ العنف لغة، العنف لغة، والعنف بيفترض قتل الآخر أو موت الآخر أو شيء أسوأ من الموت بطريقة سرية أو علنية بصورة مباشرة أو غير مباشرة. بس في شيء أسوأ من الموت. هلا بتسأليني شو أسوأ من الموت؟ اللي أسوأ من الموت هو الذل، هو الإذلال، لأنه هذا موت يومي. بينما اللي بيموت بيرتاح، بس يلي بيتعرض للإذلال هو موت كل يوم. وبنفس الوقت بالإذلال في إلغاء للآخر، في تشيء الإنسان. اللي أسوأ من الموت أنه وقت بتعتبري الإنسان شيء بيتحول إلى جثة لا عندها كرامة ولا عندها حرية. هذا أسوأ من الموت، وقت منحول الإنسان إلى وسيلة الآخرين بيستعملوها ليحققوا غاياتهم. وهذا إذا بتشوفي بتقري الوضع اللبناني أو الوضع بالمنطقة أو الوضع بالعالم بتلاقي إنه هالنماذج كتير موجودة. في سيطرة. العنف هو لغة يعني هي أصل الكلمة لا عنف أصلها باللغة الهندية السنسكريتية القديمة لا للعنف. التعنيف هو بيقول للتاني اخرس، سكوت، انمحي. انمحي. نحن هلا لما بنحكي بالديمقراطيات وبحقوق الانسان اكثر شيء بنحكي بحق الاختلاف، بحريه الاختلاف، بعدم الغاء المختلف. اذا بنقري الوضع اللبناني على ضوء هالتحديدات هيدي بنلاقي انه العنف بيعطوه كل الصفات، الشجاعه، القوه، النبل، الحريه، البطوله، كلهم سوا بيحطوهم بالعنف. من هيك ما بتلاقي بالتاريخ أو بالأسطورة بطل بأذهان الناس إلا منه عنيف. بينما ما منقدم نماذج لا عنفية إن كان بالتربية وإن كان بالمجتمع. بينجح اللاعنف إنه يوصل لمطرح؟ هلا هو لما بنحصر بنعتبر العنف فضيلة، وأحيانا منقدس العنف ومنمجد العنف. أهم شيء هو تدنيس العنف، لازم يتدنس مش يتقدس. ولما نربطه بجملة شغلات دينية وعطول في تمجيد للموت وتمجيد للشهادة، احنا بلدنا مثلا كتير بنمجد الموت في سبيل الوطن، وكتير بنمجد منقدس العنف والأبطال العنيفين. لا، ما هيك الحياة. إذا بتطلعي بالحياة بصير سلسلة من المجازر، وسلسلة من الحروب، وسلسلة من المظالم. بعدين العنف الناس بتفهم إنه بيقولك إنه ما في حارب يعني في سلام. لا، مش مزبوط. مش المجتمعات يلي عايشة بدون قصف وبدون تفخيخ وبدون حروب عايشة بسلام. لا، إجمالا أن نحن منفهم العنف هو غياب الجوع، غياب المرض، غياب التمييز إن كان العرقي أو الجنسي أو الديني أو الطبقي، غياب كل أنواع التمييز. التمييز ضد المرأة هذا عنف. من هيك نحن لما بنحكي باللاعنف بنكون عم نحكي بعنف، عنف اقتصادي، عنف اجتماعي، عنف صحي، عنف تربوي. ونحن هلأ حالياً بلبنان كل أشكال هيدي العنف موجودة،
وإذا بتشوفي بتقرير اليونيسف اللي طلع مؤخراً إنه كل طفل من اثنين عم بيتعرض لشتى أنواع العنف، وإنه 80% من أطفال لبنان عم بيتعرضوا للتعنيف كمان. من هيك العنف هو إذا بدنا نعرفه، هي الكلمة الأئمزة بالسنسكريتية لا للعنف، مثل لا للمرض، مثل لا للصحة. مش عم نحكي عن عالم، يعني أحد المفكرين الفرنسيين بيقولوا إنه مش عم نحكي عن عالم إنه ما في عنف وإنه الأسود بتتحول إلى أكلة أعشاب، يعني لا. بالمصطلحات العنف بيخلق نزاعات، يعني مارتن لوثر كينج وقت اللي قاد ثورة الحقوق المدنية للسود بأمريكا خلق نزاع وعدوانية بين السود المظلومين والبيض يلي عنصريين، وقدر نجح انه قدر جاب بوسائل لا عنفية قدر جاب حقوق السود. الدفاع عن النفس عنف؟ لكن صار في شغلة عقيم غاندي، غاندي بيحطوه مثل مرجعية، ومارتن لوثر كينج بيحطوا مرجعية بالتحركات اللاعنفية اللي وصلت للنتيجة. أساساً كل العنيفين بيدعيوا أنه يدافعوا عن نفسهم. إذا بتقولي له الشخص لاحم الفرد أنت، بقول لك بركة حدا هجم علي. كل اللي بيشتغلوا بالعنف بيقولوا نحن عم ندافع عن نفسنا، والدول بتتسابق على التسلح واقتناء الأسلحة بحجة الدفاع عن النفس. يعني الأموال اللي بتنحط على السباق على التسلح والأموال اللي بتنحط باقتناء الأسلحة لو بتنصرف على محو الأمية، على محو المرض، على محو الجاهل، بتصير الدنيا ما في أحلى منها. لاحظي الحدود بين الدول، الحدود بين الدول كلها سوا صواريخ وسكنات وأسلحة. مش دايما الدفاع عن النفس مش دايما هو الحجة المقنعة، وخصوصي انه المسيطرين بيبتدعوا. هلا احنا بنشوف بلبنان مثلا بتبدا اي حجة ليقولوا عم دافع عن النفس، اي حجة اللي كان. انه من هيك العنف ليكي مسار تربوي، مسار ثقافي. غادي كان يقول إذا ممكن فهو مفضل، وهون منتطلع بالغايات وبالوسائل، كيف بنوفق بين وسائل أخلاقية غير فعالة وغايات أخلاقية. نحن دايما بنقول الغاية تبرر الوسيلة، إنه انتخبوني بس أوصل بغير الدنيا، أو اللي بيعملوا انقلابات عسكرية ببلغ رقم واحد باسم الشعب وإلى ما هنالك، لكن بالنهاية الظلم بيضل هو ظلم. ما فينا نوصل للغاية شريفة إذا ما كانت الوسيلة شريفة. يعني الجريمة لا تكافح بارتكاب جريمة أخرى مهما كانت حجتها، ما عم بتوصل. لا يعني. إنه اليوم مثلا بقانون الإعدام، الإعدام هو ارتكاب جريمة. من هيك العنفيين ضد أحكام الإعدام، إنه أنت عند حدا قتل عم ترجعي تقتلي، يعني عم تستعملي نفس الوسيلة. لا، العنف لما بيعرفوا هو قوة المحبة والحقيقة في سبيل، هو نضال في سبيل العدالة. ما فينا نحكي بلا عنف إذا منا عم نحكي عن مقاومة للمظالم. نحن اللي صار بلبنان 17 تشرين اللي بتسميه ثورة، بتسميه انتفاضة، كل واحد بيسميه عزوقه، بس هو ثورة أخلاقية. يمكن بالسياسة ما قدرت وصلت لمحلات كتيرة، لأنه لازم كانت تبني برنامج، لازم تعمل خطط استراتيجية أكثر ما الدين أخلاقيا، بس هي بالنهاية ثورة أخلاقية ضد السرقة وضد الفساد وضد الحرب الأهلية اللي بيضلوا يهدونا فيها. يعني كل ما بدك تطالبي بشغلة بيقول لك هلأ بتصير فيها حرب أهلية. ايه، كل ما تقولي لا تتدخل بالقضاء بيقول لك يا مثل ما عم بيصير هلأ، يا بتطمسوا التحقيق يا ما في حرب أهلية. هذا التهديد على طول بالحرب.
بتصور ب 17 تشرين انسحبت هالزريعة لأنه العنف تجرب، اللبنانية أكثر شيء جربوا حروب. وقت اللي عم جرب كل الحروب وآخرتها تدمير ومديونية وأحقاد وخطاب كراهية، لا ما منجرب. يعني العنف عم يكون مخطط لإله ومدروس، بينما اللاعنف عم بيكون بنت ساعته يعني. لا 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 هيدي لا. لا مش يعني المفروض يكون مخطط لإله كمان، يعني كمان الطريقة اللاعنفة لازم تكون عندها خطة. أكيد في وسائل، في وسائل لعنفية، في طرق لعنفية، في عندك كل يلي يستعمل، الإضراب، التظاهر، الاعتصام، لا تعاون، المقاطعة، الصوم عن الأكل، الوحدة كمان. ايه بدنا نكون موحدين بالوسائل العنفية. الوحدة إجمالا، شوفي كيف هودي الوسائل بيلتقيوا الناس عليهم. هلا لما بصير أي تحرك وبصير عنف بيصير الناس بتلتفت، مثلا افترض يتكسر شيء او تهدم شيء، بتصير الناس تلتهي بالاشياء اللي تكسرت، ايه، وبتصرف نظرها عن القضيه. ما هو العنف اساسا نفس الشغل اللي بدهم اياها اثنين. انت بقى عندك طفلين، عندك طفل بيجي لعندك زياره حدا من اصحابك معه ولد، ابنك بيبقى زيتة اللعبة ما بده اياها، بيجي الثاني بيجي الولد بس يمسكها بصير يستحليها، بيعلقوا ببعضهم، بزتوا اللعبة على الارض بتتكسر، بصير همهم مين بيلغي الثاني، مين بيربح الثاني. فيك تعملي هالمثل على اللي مثلا بيحبوا اثنين سوا بدهم فرد بنت، ايه، بيقتلوا بعضهم وبينسوا البنت، او يلي بدهم سلطة بيقتلوا بعضهم وبتصير السلطة منسية وصار الهم انه مين بده يلغي التاني. ومن اخر شيء ما بنوصل لنتيجة. انطوان الخوري، اهلا وسهلا فيك استاذ انطوان، دايما ببرنامجنا، متخصص بالادب العربي، رئيس بلدية بشري السابق ومدير متحف جبران السابق وناطش ناشط وباحث بقضايا اللاعنف. ان شاء الله تكون يعني ايامنا اللي جاية هي لاعنف، لان نحن عم نتعرض لجميع انواع العنف دون استثناء حاليا. بس نحن كمان بدنا نبلش نربي اولادنا من هن وصغار، بيحكوا بالتربيه اللاعنفيه، نحن بنحكي بلا عنف التربيه. يعني هذا مسار ثقافي تربوي تدريبي، هذا ما كوني فكانت مثل ما كانت اوقات بالديانات يعلمونا انه الانسان قد بيتعذب بياخذ الاخره. لا، العنف هو مقاومه للظلم، بس مش بوسائل وبطرق بتأدي إلى ظلم الآخر. نعم. أو إلغاء الآخر. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك، نعاد عليك. نشوف بعد لحظات أكيد مواضيعنا الثانية بـ MTV Alive.